عوض ثواب العمرة وموائد الرحمن مع جمعية الأرمان. اتصل على 19455. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لكم إيه، سمعتوا عن واحد بيرفض يدخل الجنة؟ ده سؤال بصراحة أنا مش متخيل واحد ممكن يعمل عاملة زي دي. أي والله، واحد نقول اتفضل حضرتك، اتفضل يا فلان بيه، اتفضل حضرتك خش الجنة، يقولك لا أنا مش هدخل. يا أهو السؤال ده اللي سأله سيدنا النبي، بيقول للناس إيه؟ بيقول كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. يا سلام، كلكم هتدخلوا الجنة إن شاء الله، قولوا أمين أمين، إلا اللي يرفض. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ صحابه مش مصدقين، بقى واحد يقولك لا أنا مش عاوز أدخل الجنة. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا سلام، أنا ما شفت الشرح في هذه البلاغة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كله عبارة عن سطرين اتنين، النبي في جملتين اتنين قال قصة وقصة قصيرة ومثل وحث وأمر ودعوة ونهي وتشويق ولغز. إيه ده؟ معاه جوامع الكلم حضرتك، معاه جوامع الكلم. فشوف جابها ازاي، اللي في ناس هترفض، مين اللي يرفض؟ قال لهم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. المهم عندنا عاوزك تاخد بالك ان من غير ما تحس الواحد لو عمل بدعة وساب السنن يبقى كده بيرفض دخول الجنة. الواحد لو أصر انه يمشي اللي في دماغه رغم ان الحديث النبوي جاي خلافه يبقى رافض دخول الجنة. اللي يرفض أحاديث النبي الصحيحة، اللي يتطاول على البخاري، اللي يتهكم على أبي هريرة، اللي يتطاول على الصحابة، اللي يطعن في الأحاديث الصحيحة رافض دخول الجنة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هي المسألة طاعة. اوعى تفتكر الناس اللي بتدعي أنهم بيحبوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من غير عمل هتبقى دعواهم صادقة. هو دعواهم دي لا قيمة لها. الشاعر بيقول تزعم محبته ثم تعصاه، هذا العمر في الكائنات بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. عشان كده ربنا قالها لنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنا عاوزك بقى تركز معايا في الجزء الأخير بتاعت الآية بتاعت الصلاة دي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، تمام؟ إنما ما قالش يصلون ويسلمون. الله، ليه؟ ربنا والملائكة مش هيسلموا للنبي. الله والملائكة يصلوا على النبي، الصلاة من الله رحمة والصلاة من الملائكة استغفار. طب المؤمنين بقى، بيقول يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى الفرق بين صلاتنا وصلاة الله والملائكة إن صلاتنا إحنا معاها حاجة اسمها التسليم. الناس كلها بتعمل الصلاة، إنما معظم الناس للأسف ما بيعملش التسليم. كل الناس صلى على النبي يقولك عليه الصلاة والسلام، أمال فين وسلموا يا حج؟ فين التسليم؟ ربنا ما قالش صلوا وسكت، قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا. شفت المعنى؟ وخد بالك بقى، ما قالش وسلموا كمان وسكت، ده أكد سلموا وما أكدش صلوا. ما قالش صلوا صلاة، إنما جه للتسليم قال وسلموا تسليما. يبقى إيه هو التسليم؟ مش معناها أنك تقول للنبي إزيك أو سلام عليكم، ولا تسلم عليه بإيدك وتصافحه. لا، سلموا، استسلموا لرسول الله، ساعتها تكونوا مع الذين سمعوا القول واستقيموا يرحمكم الله.